في محيط شغلك مثلا. أيوة. ازاي حد يعني انت عسالي بدات بلون جديد بلون مختلف مزبوط. هو لونك لوحدك مزبوط. وزي ما كنا بنقول انت اول حاجه عملتها اغنيه مجنونه كان بالنسبه للناس وقتها مطرب طالع بستايل جديد بشكل جديد باغنيه جديده كل حاجه مترقعه مظبوط تمام. ازاي انت النهارده ممكن مثلا تقول على لون من الاغاني ما هو ده لون مش حلو او ده لون هيبقى موضه قديمه او ده لون موضه وهتروح او على فكرة انت مثلا قلت كده على المهرجانات والراب. لا ما قلتش كده على الراب بالعكس المهرجانات والراب بجد اه لا انا ما قلتش ان دي حاجه هتني. لا خلي بالك ان انا قلت ايه انا بتكلم على انه في الوان معينه من من الفن لو الانسان اللي هو بيعملها ما اتجددش هتروح. ده كل انواع الفن كل انواع الفن واتكلمت على انه بدليل انه المهرجانات بشكل او باخر حصل ان هي ما بقتش زي الاول فانا ما عنديش. وعلى فكره انا الحاجات الحلوه من المهرجانات انا بحبها جدا وفي ناس زعلت مني ولا وانت مش عارف ايه وهجموني انا وردوا انا بالنسبه لي ضحكت وصعب عليهم جدا. في واحد انا قلت ان هو رقم واحد على كل المنصات بس انا فعلا ما اعرفش هو بيغني ايه وعلى فكره انا ابني بيحبه جدا وحافظ كل اغانيه ده بجد بس انا فعلا عمري ما سمعته مش تقليلا ليه بالعكس يعني ولو انا تقليلا ليه هقول ان هو نمره واحد على كل المنصات ده بجد هو رقم واحد على كل المنصات والجيل الصغير كله بمختلف الطبقات بيسمعوا الناس اللي شبهه وما يعرفوش اغانينا احنا. انا بتكلم على اللون لو اللون مش حقيقي لو اللون مبني على الفرقعه الفرقعه بتبقى زي ما بيقولوا تبقى لحظيه وترند وبيختفي. انت شايف المهرجانات جزء كبير منها فرقعه؟ ده بالعكس المهرجانات عامه ده لون جديد ولون مصري اصيل خلي بالك. ايوه وحاجه ده اللي بقصده لون مصري اصيل وحاجه بتاعتنا قوي وبتاعت الشارع قوي قوي ده اللي بقصده. الفكره ايه ان انت لو فضلت تكرر نفس اللي انت بتقوله كل مره خلاص بنفس الطريقه بنفس يلا الشكل دور على افكار مختلفه اعمل على اعمل حاجات جديده عشان تقدر ان انت تحافظ على فنك ده انه يبقى فن. وخلي بالك انا قلت في الراب كمان قلت اللي لازم اللي هيعرف يكمل هو اللي هيكمل ان هو يفضل يبقى مختلف. والمهرجانات نفس القصه والفن كله نفس القصه. الحاجه اللي هتفرقع شويه الحاجه اللي هي مش جايه من جواك فانت ممكن انت تبقى في اول مشوارك كنت بتعمل حاجات طالعه من جواك وبعد كده ابتديت ان انت تتاثر بالمحيط اللي حواليك فانت بقيت تعمل حاجات كلها شبه بعض. ما كنتش قاصد صراع واتجرت له بشكل غير مقصود خالص بالعكس انا بتكلم منتهى حسن النيه. طب ليه لما ردوا بالشكل ده ما ردتهمش؟ انا براضيهم هو دلوقتي ماشي يعني انا براضيهم دلوقتي يعني انا مثلا براضيهم جدا بالعكس يعني هم الناس اللي هو رقم واحد على كل المنصات انت رقم واحد على كل المنصات انت ناجح جدا 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 عصام صاصا وراجل جميل وراجل لطيف جدا وراجل محترم وصعب عليه جدا انا والله مش قصدي حاجه فعلا بالعكس انا بقول له انا ابني بجد بجد بيحبك جدا وبيسمعك هو كل اصحابه بجد وانت فعلا رقم واحد دي حاجه ما ننكرهاش ما فيش اي تقليل احترام وبالنسبه للناس الثانيه حمو وشاكوش مثلا يعني بالعكس انا يعني انا حسن بحبه جدا ومؤمن جدا بموهبته وعارف ان هو جامد جدا وبالعكس انا بقول له ده انا يعني قابلته قلت له عايزك بقى يلا تركز واعمل حاجات مختلفه وكسر الدنيا فانا قصدي ان هو بالعكس لما يقول ان احنا هنكسر الدنيا وهنوريك يا ريت بالعكس انا مش بهاجم حد ولا يعني القصه لما الامور بتتشخصن بتبقى مش حلوه. ايوه طبعا بالعكس انا بالنسبه لي كان تصريح غريب جدا غريب على شخصيه عسالي. بالعكس انا ما قلتش حاجه والله يعني غريب على حد اصلا لونه جديد وفريش وعنده لون بتاعه لوحده. بالعكس انا لا احجر على اي نوع من الفن وكنت حتى يعني انا اقبل ده من مطرب وخلي بالك انا كنت من اكثر المنتقدين لمنع المهرجانات والقصه دي ده غلط جدا 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 ان انت ما ينفعش تمنع فن. انا ضد التجمد في الفكر بالعكس ده انا قلبي عليهم يعني انا بالعكس انا عايز الدنيا عايزك تبقى اقوى وعايزك تبقى انجح وعايزك تبقى اجمد. ما بتحاولش يا عسالي تفسر الظاهره ان مثلا المهرجانات توصل للارقام دي بتبقى رقم واحد رغم وجود مثلا ناس تانية كتير مهمه ونجوم طبعا كبار. طبعا بركز بتشوفها ازاي؟ بشوفها ان هي انعكاس للذوق العام وانعكاس للناس عايزه تسمع ايه وانعكاس لان ممكن تكون الناس زهقت من 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 المعتاد والمجتمع بيتغير بشكل كبير جدا وفي ناس اجيال صغيره بتطلع وبتسمع حاجات مختلفه ما تقدرش ان انت تفضل في نفس السكه دي. الراعي الرسمي للفرحه وفرحتك عاده ما بتكملش
مع إنك دايماً عايز تعيش بحب. إيه اللي بيحصل؟ جيتي على الجرح. حسيت ما أقدرش أعيش مش مبسوط، دي حقيقة. ودايماً زي ما بقولك، ما هو الصراع البحث عن السعادة. البحث عن السعادة بيتطلب شجاعة. وأنا في الموضوع ده شجاع، بعرف إمتى أخد قرار إن أنا أدور على سعادتي الحقيقية، حتى لو ما لقيتهاش أفضل أدور عليها، ومؤمن بيها ومؤمن بالمبدأ ده في الحياة. السعادة بالنسبة لك في الحب؟ طبعاً، في الحب، في الشراكة، في إن أنت تقسم حياتك مع إنسانة تبقى متوافقة معاك، وتبقى أنتوا الاتنين بتوصلوا بعض للأحسن، مش بتأثروا على بعض بشكل سلبي. وده للأسف، عشان كده الفرحة ما بتكملش. عادة الحب عندك بيبدأ قوي قوي، وبيبدأ حقيقي، وبيبدأ عميق، وبيبقى مليان حياة كده، في حيوية متشاف، محسوس، واضح، باين. بعدين فجأة بيحصل حاجة أيا كانت. إيه اللي بيبقى حصل معاك أنت بيخليك خلاص مش مبسوط؟ يعني أنا بشوفها شجاعة إن أنا أول ما أبقى مش مبسوط أمشي. دي حقيقة، مش كل الناس قادرة تعمل ده. لا، وخلي بالك، مش أول ما أبقى مش مبسوط. لا، أنت لو أنت حسيت إن أنت مش مبسوط هتفضل بتحاول إن أنت تشتغل إن أنت تبقى مبسوط. وبتفضل تحاول إن أنت تبقى مبسوط. لما بفقد الأمل مقدرش إن أنا أعيش في تمثيلية. مقدرش إن أنا أفضل عايش على المسرح. لا، لازم لما تعرف إنه الموضوع ما بقاش فيه أمل، لازم يبقى عندك الشجاعة إن أنت تمشي. والخلي اللي قدامك كمان ما تسجنوش. صحيح. وتخليه هو، وما تخدعوش. وما تخدعوش، وتخليه هو يدور على سعادته وانت تدور على سعادتك. لان انت لو عشت في التمثيلية دي هتموت.